أشهر حسابات سناب شات لنساء سعوديات. عارضة الأزياء السعودية خولة العنزي على سناب شات من أحد أسباب شهرتها على حساب سناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى هو ملامحها الجميلة، كما أنها تجاهلت العادات والتقاليد المجتمعية وأصبحت عارضة أزياء. الفاشينيستا السعودية العنود بدر. الفاشينيستا السعودية العنود بدر تعشق السفر والأزياء، ويظهر هذا الأمر في حسابها على موقع سناب شات من خلال الفيديوهات والصور، كما أن عشقها للأزياء والموضة جعلها واحدة من أشهر مصممات الأزياء والبلوغرز السعوديات. البلوغر السعودية هلا عبد الله. هلا عبد الله هي بلوغر سعودية تتخذ من دبي مقرا لها، حيث تتنوع فيديوهاتها بين الموضة والعناية بالبشرة والشعر والسفر والتسوق. الإعلامية السعودية سارة مراد. سارة مراد هي مقدمة برامج سعودية تهوى السفر والتصوير ومشاركة ما تفعله في حياتها اليومية مع جمهورها ومعجبيها، كما أنها تقوم بعمل فيديوهات تشمل نصائح للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية. الإعلامية لجين عمران. الإعلامية السعودية لجين عمران أصبحت من أكثر الناشطين على سناب شات، تشارك جمهورها من خلال الفيديوهات تفاصيل حياتها كإعلامية من مقابلات مع أشهر النجوم العرب. الكوميدية السعودية إيمي روكو. لكل من لا يعرفها، هي فتاة سعودية تستخدم اسم مستعار ونقاب يساعدها في إخفاء هويتها الحقيقية. اشتهرت إيمي روكو بفيديوهات كوميدية عن حالة المرأة في المملكة العربية السعودية، حيث تناولت كافة المواضيع التي تخص المرأة السعودية بشكل ساخر وكوميدي. مدونة الموضة السعودية نجود بنت مشعل. نجود بنت مشعل أو نجود الشمري هي مدونة موضة سعودية الأصل ومقيمة في أبوظبي، تتنوع فيديوهاتها بين الترفيه، العلاقات الاجتماعية والرحلات إلى خارج المملكة. الفاشينيستا السعوديتان ثناء وسخاء عبدول. ولدت الأختان السعوديتان ثناء وسخاء عبدول في المدينة المنورة، وانتقلتا للعيش في لندن في عمر صغير، ووقعتا في حب الموضة والملابس. يمتلئ حساب سناب شات الخاص بهما الكثير من الفيديوهات عن رحلتهن ومغامرتهن حول العالم. خبيرة المكياج السعودية يارا النملة. يارا النملة هي سعودية اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها سناب شات، حيث تبرز اهتمامها بعالم الجمال والمكياج والموضة. خبيرة المكياج السعودية سارة الودعاني. سارة الودعاني هي خبيرة مكياج السينما، إنها سعودية وتبلغ من العمر 29 عاماً، متزوجة ولديها ولد اسمه سعد، حيث تعرف أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي بأم سعد. البلوغر السعودية ملاك الحسيني. ملاك الحسيني معروفة بأم سافانا، حيث اكتسبت شهرتها مع ابنتها على سناب شات من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها. البلوغر السعودية أفنان الباتل. أفنان الباتل هي بلوغر سعودية حصلت على شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا سناب شات. كانت في بداية شهرتها تقوم بتصوير وتوثيق مراحل حياتها والأنشطة التي تقوم بها، والتي لاقت استحسان من المتابعين. الفنانة السعودية أضوى الدخيل. أضوى الدخيل هي فنانة سعودية يبلغ عمرها 28 سنة، تتميز بمواهبها المتعددة، الأمر الذي جعل لها تأثير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة سناب شات. البلوغر السعودية نجود الرميحي. نجود الرميحي هي بلوغر سعودية معروفة على مواقع سناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، والتي تبرز بها اهتمامها بالموضة والجمال والسفر من خلال البوستات التي تنشرها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.